مرحبا للجميع وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وتحية خاصة لجميع الرولاند EA7 يوزرز. اليوم حنبدأ معكم كمان فيديو جديد عن موضوع جديد، بس قبل ما نبدأ بحب أخصص بالشكر لجميع الداعمين لفكرة إنه يكون في تيوتوريالز عم تنعمل عن موضوع رولاند EA7 واللي عم بيدعموني شخصيا على هذا المجهود الشخصي، فبحب وجه تحية للجميع. وما شاء الله عدد السبسكرايبرز عم بيزيد يوم عن يوم، وهذا دليل انه الموضوع عم بيلقى اقبال من الجميع، فبنتمنى ان نكون دايما عند حسن الظن. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا بسيط ومهم، اللي هي كيف انا ممكن انقل يو بي اسز من اي باك اب من عند شخص. اذا اي حدا مثلا فرضا انا عجبني ست عند احد الاصدقاء اللي عنده رولاند اي 7 وحابب انقل مثلا اليو بي اسز او الاصوات من عنده واستخدمها على جهازي، بالمبدا هو لازم يعطيك شيء اسمه الباك اب تبعه. ف هنعمل فيديو قريب ان شاء الله كيف ممكن نعمل باك اب للشغل تبعنا. بس اخذ الباك اب. الباك اب انا عندي هاخذ منه تحديدا، اليوم هنحكي عن موضوع اليو بي اس. فانا هيدا فرضا عندي احد الباك ابس موجوده هون، تمام، وهيدي عندي هون اليو اس بي اللي انا حاططها على الاورج عندي. اليو اس بي طبعا بيجي دائما فيها هودي الفولدرات الاساسيه اللي كنا شرحنا عنه المره الماضيه، بين امبورت ماي فريزز ماي ساوندز ستايل اتسترا اليو بي اسز واليو اس دي. فاليوم حيكون شغلنا بشيء اسمه ماي يو بي اسز، تمام. فبناخذ نحن من الباك اب، نفوت على الباك اب تبعه، في حتلاقي شيء اسمه يو دي اس كي، نفوت عليها، في شيء اسمه ماي يو بي اسز. فرضا انا عجبني هذا الـ UPS، كل اللي أنا لازم أعمله هو إني هعمل كوبي لهيدا وباخده بيست على الـ USB عندي تحت فولدر My UPSs وبنزله أنا عندي هوني، تمام. بمجرد ما صار عندي على الـ USB صار فيه أنا حمله على الجهاز. فهلأ حننتقل لموضوع كيف في أنا حمله على الجهاز. طبعا مش ضروري ناخد نفس الـ UPS، هيدا بس الفيديو نمرق الفكرة أو نشرح الفكرة كيف ممكن نعملها. رجعنا لكم، هلأ نحنا صرنا على الجهاز، تمام، وحطينا الـ USB بالجهاز، وهلأ بدنا نقول أي USB عجبتنا تحطها على الجهاز. فأول شي شو لازم نعمل، ما ندخل من شي اسمه ال اللي كنا عم نحكي عنه، حيظهر عندي شيء اسمه internal و external. مثل ما شرحنا المرة الماضية internal هي كل شيء UPS موجودة عندي على الجهاز اللي أنا عاملها، ال external هي أي شيء موجود على ال USB تبعي وحابب انقلهن على الجهاز. فننتقل منه، ندخل على ال external وبنختار أي UPS اللي كنا نحنا نزلناها. فرضا أنا حأختار وحدة اسمها 80، تمام. طبعا احنا مش نفس اليو بي اس اللي انا عرضتها، انا كنت عم باخدها على سبيل الاكزامبل، ولكن هلا انا بس عم فاجيكم ديمو مش اكتر من هيك. فرضا في انا عندي هود الاصوات موجودين، تمام، لنقول مثلا بحب بجرب واحد منهم. نختار نقول مثلا السترينج، نقول انا عجبني السترينجز، او خلينا ناخذ شيء مثلا ناي على سبيل المثال. اوكي، فرضا انا عجبني هيدا وحابب انقله لعندي على التست اللي كنا عم نشتغل عليها سابقا، عم بكمل اليو بي اس ليست تبعي. اوكي، منين في ادخل؟ وانا هوني بهاي في شيء اسمه زر اوبشنز. باي ذا واي، اي زر بتلاقوه مضوي عندكم معناته انا في استخدمه هيدا لاعمل اكشن فيه. فاذا بدخل انا على الاوبشن حيفتح لي هودي الخصائص، تمام، delete move rename copy و save. انا هروح اقول له اعمل copy، اوكي، وروح مختار هيدي، معلم عليها مرتين اكد انه هي، وبعمل له الانتر عم بتضوي عندي معناته انا ready to اعمل action، فانا حطيت انتر. هلا صارت عندي copied، تمام. لوين بدي اخدها؟ برجع على list بختار الانترنال وبدخل على التست وبيجي على نفس الزر option وبعمل له paste. بمجرد ما انا اعمل
بيست هيضوي لي عندي الانتر مرتين تعمل الضغطه او الاوردر النهائي. بمجرد ما انا اعمل انتر صار عندي الناي موجود عندي. انا هلا صار الناي موجود على اليو بي اس تبعي اللي على الجهاز عندي هون مش اللي على اليو اس بي، تمام؟ فمجرد ما ادخل على الناي ضوالي التالتي وصار عندي صار موجود عندي. هتلاحظوا هون هيدا الناي على الجهاز، واذا برجع انا على الاكسترنال موجود كنا ضمن الايتي ساوندز قلنا. اوكي هون في شغلي بس انا نسيت لكم عنها، انه قبل ما تنتقلوا من اي يو بي اس ليو بي اس لازم تسيفوا الشغل تبعكم، وهيدا باي ديفولت لو نسيتوا انتو مثل ما صار معي انا هلا لانه عم بشرح الفيديو، حيطلب منكم اذا بدكم تعملوا سيف اللي هي سيف على اليو بي اس التست اللي كنا عم نشتغل عليها. انا حقول له يس ولا احسن ما يروح شغلكم. فانا هلا صرت اذا بدي ارجع للايتي ساوند اللي كانت انا اللي نقيت انا منها الناي موجوده بعدها هون، واذا بروح انا مره تانية على بالانترنال على التست الناي صار متسيف انا عندي. وبهالطريقه هيدي بكون نقلت انا اليو بي اس من اكسترنال للانترنال وصارت مسيفه عندي. وثانك يو سو ماتش للمتابعه، وبتمنى منكم انكم تعملوا سبسكرايب لتتابعوا معنا فيديوهات جديده. وثانك يو سو ماتش.